الاهلي مع لاعب او اتنين جدد زي ما قلنا، او ما تعاقدش، النادي الاهلي مليء بالعديد والعديد من اللاعبين المميزين جدا زي ما احنا عارفين. دايما النادي الاهلي بيضم احسن قائمه في مصر كالعاده، وده اللي بيبقى واضح من خلال المباريات الرسميه في مختلف البطولات، ودايما النادي الاهلي بينافس على كل البطولات. بالمناسبه ايضا خليني اقول لكم ان مستر باتريس كاشتيرون معجب جدا جدا بالقائمه الموجوده في الفتره الحاليه في النادي الاهلي، وشايف ان دي العناصر اللي هيقدر يستخدمها ان هو من خلالها يحقق كل اهدافه وطموحاته مع النادي الاهلي، لدرجه ان هو يعني حتى لما بيفكر ان هو يطلع حد اعاره يعني الامور بالنسبه له مفتوحه بشكل كبير جدا، بيبقى محتار بسبب جودة اللاعبين وبسبب القيمة بالنسبة للاعبين والأداء الجيد بالنسبة لهم اللي واضح خلال التدريبات وخلال المباريات الودية اللي لعبها النادي الأهلي حتى الآن. فبالتالي إن شاء الله النادي الأهلي قادر بإذن الله على مواصلة مشواره نحو حصد المزيد والمزيد من البطولات كالعادة زي ما احنا تعودنا من النادي الأهلي. ده أكيد كان شيء مهم جدا، لكن خلينا أيضا نتكلم عن القائمة. قصة القائمة ونادي الأهلي زي ما احنا عارفين النهاردة خلاص أعلن أن هو أي قيد 19 لاعبا في القائمة الأولى للفريق الأول بالنسبة للنادي الأهلي. 19 لاعب ضموا كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومحمد هاني وباسم علي وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد نجيب وعمر السلية وهشام محمد وإسلام محارب وايضا جونيور اجايه ووليد ازارو ومروان محسن ومؤمن زكريا احمد الشيخ ميدو جابر احمد حمودي وايضا محمد شريف، اللي بالمناسبه في قناعه تامه جدا من مستر باتريس كارتيرون بهذا اللاعب، وهيكون ان شاء الله احدى مفاجات النادي الاهلي الموسم القادم محمد شريف بالتحديد. قصه القائمه بقى خليني اقول لكم، احنا طبعا النادي الاهلي ايد 19 لاعب في البدايه اللي هم القائمه الاولى، 19 لاعب دول اللي هم عندهم عقود ممتده مع الفريق مش مجددين عقودهم، اللي مجددين عقودهم احنا عندنا 5 لاعبين جددوا عقودهم مع نهايه الموسم، هم شريف اكرامي، حسام عاشور، وليد سليمان، احمد فتحي، وصبر الرحيل. اللي بيجدد عقده بيبقى كانه لاعب لسه منضم جديد للنادي الاهلي، فبالتالي طبعا اللاعبين الجدد بيتم قيدهم في القائمه الثانيه واللي بتكون في فتره لاحقه من فتره التعاقدات وفتره القيد المفتوحه بالنسبه للانديه، فبالتالي هيتم الفتره الجايه ان شاء الله اضافه هؤلاء اللاعبين عشان يبقوا 24 لاعب. احنا ايدنا 19 لاعب خلاص اللي هم عقودهم ساريه، هنأيد اللاعبين اللي جددوا عقودهم ان شاء الله، او النادي الاهلي هيأيد اللاعبين اللي هيتم او اللي جدد خلاص عقودهم ان شاء الله اللي احنا قلنا اساميهم، بالاضافه طبعا للتعاقد الوحيد حتى الان بالنسبه للنادي الاهلي مع اللاعب احمد علاء مدافع الداخليه، وايضا بالمناسبه لاعب مميز جدا بيأدي فتره الاعداد بشكل جيد جدا، وده اللي هيتم ان شاء الله خلال الفتره القادمه. وفي لاعبين ايضا هيتم قيدهم تحت السن وهم صلاح محسن، خصوصا لو هم لسه صغيرين يعني من 19 20 سنه، صلاح محسن، بكماني مالامبي، وايضا احمد حمدي، وناصر ماهر، وكريم ندفيد، واحمد توفيق، واحمد ياسر ريان، ومحمود الجزار، ومحمد فخري، ويوسف الجبالي. يعني الواحد وهو بيشوف الاسماء بتاعه اللاعبين تحت السن، اللاعبين تقال برضو جدا، يعني النادي الاهلي بيضم القائمه بتاعته بتضم العديد والعديد من اللاعبين المميزين جدا سواء تحت السن او اللاعبين القدامى طبعا المتواجدين واليوم مسيره كبيره جدا مع النادي الاهلي، او حتى اللاعبين الجدد اللي ان شاء الله ممكن يتم التعاقد معاهم واللي احنا قلنا هيكونوا عدد قليل جدا نظرا لامتلاء القائمه باللاعبين المميزين بالنسبه للنادي الاهلي. ما تمش قيد، خليني اقول لكم ان هيكون في قائمه الانتظار، يعني 3 لاعبين في قائمه الانتظار وهم رامي ربيعه وعمرو جمال وعبد الله السعيد. خليني احكي لكم القصه دي بالنسبه لقائمه الانتظار، ناخدها. عمرو جمال لسه فتره الاعاره الخاصه بيه في فنلندا ما خلصتش، هتخلص خلال 10 ايام من دلوقتي بالتحديد، يعني عمرو جمال خلاص على وشك الانتهاء من فتره اعارته في فنلندا، بعديها هيرجع النادي الاهلي وهيتم تحديد مصير اللاعب، هل سيبقى ويستكمل مشواره مع النادي الاهلي او هيكون في اعاره اخرى، او هل هيتم بيع عمرو جمال. النادي الاهلي كالعاده بيتمسك دايما بكل نجومه حسب الاحتياج بالنسبه له خلال الفتره المقبله، وايضا على حسب العروض اللي بتوصل لبعض اللاعبين. ده بالنسبه لعمرو جمال. بالنسبه لرامي ربيعه، رامي ربيعه زي ما احنا عارفين
يمكن عنده اصابه طويله شويه، كان عنده قطع في العضله الضمه، ودي طبعا بتستغرق وقت كبير جدا بالنسبه لاي لاعب. قطع في العضله الضمه دي بتبقى صعبه شويه، وايضا كان عنده بعض الالتهابات والالام في الحوض، وده اللي يمكن عطل رامي ربيعه. لو تفتكروا اخر مباراه لعبها رامي ربيعه كانت امام نادي الزمالك في الدور الاول من الموسم المنقضي، واللي فاز فيها النادي الاهلي نتيجه 3-0 وتصاب في هذه المباراه، ودي الاصابه اللي بعدت رامي ربيعه عن المشاركه مع منتخب في كاس العالم، ولسه الاصابه مستمره شويه. فبالتالي الكابتن محمد يوسف قعد مع رامي وقال له ان احنا مش هنحطك في القائمه الاولى بالنسبه للفريق، علشان طبعا ما نحطش حد في مكان لسه هو مش جاهز بالنسبه للاعبين بالنسبه للمشاركه مع النادي الاهلي في المباريات الرسميه، فممكن الاستفاده بلاعب اخر حتى شفاء رامي ربيعه بشكل تام. وكابتن محمد يوسف طبعا اكد لرامي ربيعه تمسك الجهاز الفني باللاعب، وخصوصا زي ما احنا عارفين رامي ربيعه من اللاعبين المميزين جدا واحد الركائز الاساسيه بالنسبه للنادي الاهلي، لكن هنشوف موضوع الاصابه الخاصه به هل هيتم ان شاء الله الشفاء بالنسبه له في وقت قريب ولا هياخد وقت اكتر. لو خد وقت اكتر هيتم قيده في يناير بدلا من لاعب اخر على حسب الامور الفنيه بالنسبه للفريق. ده فيما يخص رامي ربيعه. ايضا من احد اللاعبين المتواجدين على قائمه الانتظار وهو عبد الله السعيد. عبد الله السعيد خلاص يمكن خلاص النادي الاهلي استغنى عنه وباعه لفريق اهلي جده في السعوديه بمقابل مادي جيد جدا 2,200,000 دولار، يعني حوالي 40 مليون جنيه. لكن حتى الان البطاقه الدوليه الخاصه بعبد الله السعيد ما ارسلتش خالص لاهلي جده، فبالتالي النادي الاهلي يعني بيحتفظ بحقه في عبد الله السعيد، ودي ناحيه اداريه خاصه او بحته يعني بالتحديد. واول ما تتبعت البطاقه الدوليه خلاص عبد الله السعيد مش هيكون لاعب في النادي الاهلي، هو خلاص حاليا يعتبر لاعب في فريق اهلي جده. خليني اقول لكم بس سريعا بما اننا طبعا بنتابع اخبار المباريات، مباراه دلوقتي اوروجواي والبرتغال.